ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية من مصدر مطلع أن وزراء حكومة سعد الدين العثماني توجهوا جميعا قبل مغرب يوم السبت إلى المستشفى العسكري بالرباط قصد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، كما خضعوا لفحص فيروس كورونا عقب تأكيد التحاليل المخبرية لإصابة زميلهما في الحكومة عبد القادر عمارة بالفيروس بعدما عاد قبل أيام من مهمة رسمية في هنغاريا. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديثه لمنابر إعلامية وثقته ماروك أخبار يومية إن الوزراء ينتظرون نتائج التحاليل بعدما أرسلت العينات المخبرية إلى المخبر الوطني للتحاليل بالرباط للتأكد من مدى إصابتهم بالفيروس، وينتظر أن تظهر نتائج التحاليل في الساعات القليلة المقبلة للتأكد من عدم إصابة أعضاء الحكومة بالفيروس. ويذكر أن وزير التجهيز والنقل عبد القادر إعمارة زار هنغاريا يوم الاثنين والثلاثاء الماضيين، ويرجح أنه عاد الأربعاء ليحضر المجلس الوزاري يوم الخميس الماضي وفق صور المجلس الحكومي نشرتها رئاسة الحكومة. وكتب الوزير في صفحته الرسمية بالفيسبوك مساء الأربعاء الماضي أنه اطلع في هنغاريا على عدد من التقنيات في مجالات الحماية من الفيضانات، معالجة المياه، وحلبات اختبار خصائص العربات. وكانت الوزارة قالت في بلاغ لها أن الوزير أحس بتعب غير عادي مصحوب بآلام في الرأس، وتقدم إلى المصالح الطبية حيث أجريت له الفحوصات والاختبارات الضرورية التي أكدت تعرضه للإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.